عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من الموسم 21 لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم 12 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 7,050,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من محافظة أسيوط، نرحب كلنا بمدرسة ستيم أسيوط. مدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بأسيوط تعد صرحاً تربوياً وتعليمياً متميزاً في صعيد مصر. يتم إعداد الطلاب ليكونوا باحثين متميزين من الدرجة الأولى، يملكون القدرة على العمل والإنتاج منفردين أو من خلال فريق. تهتم المدرسة بالجوانب الاجتماعية والنفسية لبناء شخصية متكاملة، فيشارك الطلاب بالأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية لتنمية المواهب والقدرات الخاصة. حصدت المدرسة العديد من الجوائز وحقق طلابها العديد من الإنجازات في المسابقات الرسمية والحرة. هيمثل مدرسة ستيم أسيوط في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم ميسون حسن. عدينا أول خطوة وإن شاء الله النهاردة جايين وكلنا حماس إن أنا أوصل لدور الثمانية. محمد حمادة. أكيد ماتش النهاردة هيكون أصعب من الماتش اللي فات، لأن كل ما تقدم خطوة لقدام المنافس بيكون أقوى، لكن إحنا إن شاء الله قد التحدي ونقدر نكسب ماتش النهاردة. هنا بسيوني. بعد ما فزنا في دور الـ32 طبعاً أهلي فرحوا جداً وصحابي، وأنا متحمسة إن أنا أدي النهاردة أداء كويس يفرحهم ويشرف مدرستي. ومحمد أحمد. بعد ماتش دور الـ32 اكتشفنا عندنا نقط ضعف بدأنا نشتغل عليها، بحيث إن إحنا نكون أدائنا أقوى في ماتش النهاردة ونكون ضامنين التأهل لدور الـ8. ام اسيوط الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. ميسون، كنت متخيله ان انتوا هتكسبوا الماتش اللي فات؟ هو احنا تعبنا فربنا كافئنا بكده. طب ايه رايك في الماتش اللي فات؟ كان حلو؟ كان حلو وكان صعب كمان، فالحمد لله. وكان مهم قوي ان انتوا تكتسبوا خبره من ورا الماتش ده. اول مباراه ليكوا في العباقره تفرق. محمد حماده، جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 90 نقطه. 90 نقطة من كم نقطة؟ 120. من 120 نقطة نحيي كلنا، برافو عليك. برافو عليك. تألقت الماتش اللي فات. الحمد لله. هنا بسيوني، ازيك يا هنا؟ الحمد لله. طبعًا من أسيوط للقاهرة مسافة كبيرة قوي. كم ساعة؟ المرة دي خدناها من 7 لـ8 ساعات. 7 لـ8 ساعات. كان الله في عونكم. ولكن احنا مصحصحين أهو ومركزين. ومعانا لعيب جديد كمان، محمد احمد، احساسك ايه؟ احساس طبعا كبير ان انا اقعد وامثل مدرستي على كرسي العباقره، وطبعا بس في مسؤوليه كبيره عليا ان انا امثل المدرسه وان انا ادي بشكل كويس بحيث ان انا ارفع اسم المدرسه في برنامج العباقره. عايز اخش كمبيوتر ساينس، ناوي على ايه في المستقبل؟ ناوي ان انا اشتغل مبرمج كنوع اللي هو ديزاين للويب. كل الشركات دلوقتي بتعمل ويب ليها بحيث انه يكون يعبر عنها ويعبر عن منتجاتها، فده هيكون المستقبل. وشايف ان هو مجال البرمجه عموما كله اصلا هو مجال المستقبل، لان هو دلوقتي بيعمل اللي هو ارتفيشال انتليجنس، اللي هو دلوقتي اي وظيفه بيحط مكانها انسان قلبي بيقوم وظيفه وبنفس يعني بنفس الكواليتي عادي. بص، هو هيبقى في المستقبل في حاجات فعلا هيستغنى عن البني ادم فيه. هو اصلا دلوقتي بداوا يستغنوا عن الانسان في يعني في المصانع في امريكا وحاجات اللي هي اللي بتتكرر على طول. يعني مثلا انا دلوقتي عندي في مصنع بعد اكرر حاجه بقى يجيبوا انسان قال يعملها وخلاص بقى بيريح. انا زرت مصنع ال جي في سول في كوريا، شفت الروبوتس ماشيين بيحملوا المسامير ورايحين جايين، خلاص يعني
يعني فعلا بقى المصنع بيشتغل من خلال روبوتس كتيرة جدا، حاجة مش عادية. ستيم أسيوط دور الثمانية قرب، بس ماتش النهاردة مش هيبقى سهل. اتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا ستيم أسيوط. أما المدرسة التانية اللي وصلت لدور الستاشر وهتنافس وبقوة للوصول لدور الثمانية من محافظة المنوفية، نرحب كلنا مدرسة مدينة السادات للغات. مدرسة مدينة السادات للغات هي قلعة تعليمية على أرض المنوفية بأهداف عالمية غير هادفة للربح، ترقى بالمتعلم أكاديمياً، تكتشف المواهب وتستثمر الطاقات من خلال الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية. تعد أول مدرسة لغات في مدينة السادات. المدرسة متعددة المراحل من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. حازت المدرسة على العديد من الجوائز والدروع في العديد من المجالات على المستويين المحلي والدولي. هيمثل مدرسة مدينة السادات للغات SELS في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم شهد عمر. الفريق النهاردة معتمد عليا في فقرة تحت الضغط، استعدت لها بشكل كويس وجمعت معلومات وهم ساعدوني وضربوني كويس، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية. عبد الرحمن خالد. بعد تأهلنا للدور 16 استعدينا بشكل أكبر وجمعنا معلومات في كل المجالات واشتغلنا على نقاط ضعفنا، عملنا ورش عمل وتجمعنا مع بعض كتير، وإن شاء الله نتأهل للدور 8. شروق أحمد. الفرق ما بين الدور 32 وال 16 إن إحنا بقى عندنا خبرة أكتر في التعامل مع البزر ونسبة التوتر قلت. إحنا جايين هنا بهدف إن إحنا نعمل اللي علينا ونقدم ماتش كويس ونكسب البطولة إن شاء الله. مروان محمد. بعد ما خلصنا ماتش دور ال 32 واحنا بنستعد عشان نقدم احسن حاجه عندنا في دور ال 16 ونصعد لدور ال 8. طبعا ده ما كانش اسهل حاجه عشان الامتحانات وعشان الضغوطات اللي علينا، بس ان شاء الله نقدم احسن حاجه عندنا. مدرسه مدينه السادات للغات SELS، الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. استعديتوا يا شهد؟ ان شاء الله. عملتوا مجهود؟ الحمد لله. عبد الرحمن خالد جبت كام من الماتش اللي فات؟ 80 نقطة. 85 نقطة، خمس نقط يفرقوا بينك وبين محمد حمادة، خمس نقط. في ماتش تاني بينكم وبين بعض النهاردة. عبد الرحمن احساسك ايه؟ يعني فرحان ان احنا تأهلنا لدور 16، ويعني ان شاء الله نعمل ماتش كويس والأكفأ ان شاء الله يتأهل. دبلوماسية، الأكفأ يتأهل. شروق ازيك يا شروق؟ الحمد لله تمام. ايه المختلف يا شروق ما بين الماتش اللي فات والماتش ده؟ يعني توتر اقل حبه، فرحانه جدا ان احنا رجعنا تاني. مبسوطه ان انت رجعتي تاني. حبيتي الاستوديو قوي. على العموم النهارده احنا عندنا ديربي، وجه بحري وجه قبلي. انا بحب الماتشات اللي من النوع ده. مروان محمد، متوقع ايه من ماتش النهارده؟ يعني بصراحة متوقع إنه يكون ماتش صعب ومش هينتهي زي الماتش اللي فات، وأتوقع إن إحنا هنخلص مع آخر الحلقة خالص. بصوا ماتش النهاردة الحقيقة ماتش صعب، المدرستين أقوياء والمدرستين يستحقوا الوصول لدور الثمانية، ولكن هي مدرسة واحدة بس اللي هتكمل معانا المشوار. SELS بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا مدرسة مدينة السادات للغات. عبقرة المدارس في الموسم ال 12، ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: الدوبرمان هو اسم سلالة من أحد الحيوانات. الكلب. فما هي؟ الكلاب. كلاب. تحب الكلاب؟ مش قوي والله، بالعكس انا بحب الكلاب جدا بقى، وعندي كلب في البيت. عبد الرحمن، اجابه صحيحه. ازاي ما بتحبش الكلاب؟ ده فيهم صفات عظيمه. عبد الرحمن، مع انك ما بتحبش الكلاب ولكن من حقك تختار مين يبتدي الاول. ستيم أسيوط. ستيم أسيوط هتبتدوا الاول. اول فقره هي فقره العلم. العلم.
العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. سيم أسيوط، عندكم سؤال في الجغرافيا، والسؤال هو: في أي دول أمريكا الشمالية يقع خليج جيمس؟ مساحة الخليج حوالي 68,000 كيلومتر مربع، وعمق الخليج يصل لحوالي 60 متر. اتسمى على اسم الكابتن توماس جيمس. أمريكا. توماس جيمس اكتشفه سنة 1631. محمد حمادة، أمريكا. إجابة خاطئة، مش أمريكا. عبد الرحمن. المكسيك. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: كوستاريكا، السلفادور، كندا، بنما. كندا. كندا. وفي شرق كندا. إجابة صحيحة، كندا الإجابة الصحيحة. أول 10 نقط تخطفهم أسيالس من ستيم أسيوط، وسؤال في الجغرافيا لأسيالس، والسؤال هو: يقع جبل شيليا بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ ارتفاع الجبل حوالي 2330 متر. الجبل ده بيبقى متغطي بالتلج ومليان غابات صنوبر وبلوط. إجابتك المغرب. المغرب. في إجابة تانية؟ وقعت في مشكلة يا عبد الرحمن. إجابة خاطئة، مش المغرب. حمادة. الجزائر. من أعلى قمم جبال الأوراس. إجابة صحيحة، الجزائر هي الإجابة الصحيحة، ومحدش أحسن من حد. سؤال الجغرافيا زي ما خطفتوه اتخطف منكو. دلوقتي عندنا سؤال في التاريخ، إيه رأيكو ناخد الجوكر؟ لا، ما فيش جوكر. تاريخ، والسؤال هو: تم توقيع معاهدة سان فرانسيسكو مع إحدى الدول الأسيوية عام 1951، فما هي؟ وبالتحديد في سبتمبر 1951، واتنفذت رسمياً 1952. كانت بين الدولة دي و48 دولة تانية. اليابان. هي ألزمت اليابان بالاعتراف باستقلال كوريا، الحمد لله، واستمرار وجود القوات الأمريكية والقوات العسكرية في اليابان. إجابة صحيحة. محمد حمادة، مش قلت لكم خدوا الجوكر؟ ما سمعتوش كلامي؟ سؤال كان سهل، النتيجة اتغيرت. 20 ستيم أسيوط، أسيالس مدينة السادات 10. إيه رأيكم تاخدوا الجوكر؟ سؤال سهل ولا صعب؟ سؤال سهل. لا، بلاش. طب بتسألني ليه؟ تاريخ، والسؤال هو: من هو قائد جيوش المسلمين في معركة نيكيوس ضد الإمبراطورية البيزنطية؟ كانت سنة 646 ميلادياً. بعد خروجهم من مصر رجعوا بحملة بحرية بعدها ب4 سنين. شاهد إجابتك. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، وما سمعتوش كلامي مع انك سألتني، قلت لي سؤال سهل، قلت لك سهل. وعمرو بن العاص إجابة صحيحة، اتعادلتوا 20-20. سؤال في الأدب لستم، هناخد جوكر، إيه رأيكو؟ مش كنتوا تسألوني الأول؟ سؤال صعب. السؤال مش صعب، سؤال متوسط، خلينا نشوف. أدب
والسؤال هو حكايات قهوة كتكوت هو كتاب لأديب مصري ساخر، فمن هو؟ 12 سنة 2007 هو كان بيقعد على القهوة بيقابل شخصيات مختلفة فكان بيكتب عنهم بأسلوب فكاهي فلسفي. إجابتك عمر طاهر؟ عمر طاهر في 2007 ما ينفعش، إجابة خاطئة. عبد الرحمن محمود السعداني؟ ما سألتنيش صخيش وخطفت الجوكر، إجابة صحيحة محمود السعداني هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك عبد الرحمن، خطفت 20 نقطة من ستيم أسيوط. وعندك سؤال في الأدب؟ لا يا شروق دوس على البزر. أدب والسؤال هو شاعر مصري راحل مؤلف قصيدة الكمان، فمن هو؟ شاعر فصحى، شاعر مشهور بالقصائد الثورية والسياسية، شهد عمر، أحمد شوقي، أمير الشعراء. كويس إن أنتوا خدتوش الجوكر، إجابة خاطئة. ممكن حافظ الجميع. رجعوا بقى 10 نقط إن شاء الله خير. محمد حمادة إجابتك؟ فاروق شوشة. فاروق شوشة شاعر عظيم راحل ولكن إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أمل دنقل، إبراهيم ناجي، محمود سامي البارودي، أحمد رامي. محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي، خدت الريسك ليه؟ حضرتك قلت إيه ده إن هو ليه كتابات ثورية، فأعتقد محمود سامي البارودي كان بيكتب كتابات ثورية. أمير شعراء الرفض أمل دنقل. عبد الرحمن إجابة خاطئة. الجنوبي منين بقى؟ من محافظة قنا. النتيجة اتغيرت، 35 مدينة السادات، ستيم أسيوط 20. وعندكم سؤال في العلوم، علوم والسؤال هو يستخدم جهاز أوميتر في قياس إحدى الخواص الفيزيائية، فما هي؟ باستخدام قانون أوم، بقسمة الجهد على شدة التيار. تطلع الإجابة محمد إجابتك؟ المقاومة. المقاومة الكهربائية، إجابة صحيحة. محمد أحمد برافو عليك، 10 نقط مهمين. النتيجة 30 سيم أسيوط، 35 السيالس. آخر فرصة لاستخدام الجوكر. لا لا، علوم والسؤال هو عنصر كيميائي تم تسميته تكريما لعالم الفيزياء الدنماركي نيلز بور، فما هو؟ بوريوم. تم اكتشافه في السبعينيات، رمزه الكيميائي كام؟ بي اتش. صح. وعدد الذري 107، مش متاكد يا اخي. برافو عليك يا اخي، خساره، كان نفسي اديك 20 نقطه بجد. عبد الرحمن اجابه صحيحه، برافو عليك عبد الرحمن، 10 نقط. الحقيقه كان نفسي ب 20. النتيجه اتغيرت، 45 اسيا لاس مدينه السادات، 30 ستيم اسيوط. سؤال واحد بس ما جاوبش في الفقره الاولى، سؤال الادب، سؤال امل دنقل. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى طلاب مصر جمعوا 75 نقطة بفقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 375 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.